يا اهلا بكل حضراتكم، عوده مره ثانيه لعشرة الصبح في الاهلي وفقرتنا اللي هينورنا من خلالها كابتن شريف عبد المنعم، اللي النهارده على عكس المعتاد داخل وفي شيء من علامات الانزعاج مرسوم على وجهه، واكيد طبعا هنحب نعرف منه التفاصيل بعد اكيد الترحيب بيه. منور الدنيا يا كابتن. صباح الفل. صباح العسل. صباح الهنا. صباح مش من قلبك. مش من قلبك يا كابتن شريف خالص. والله ليه؟ مش في الفورمه. مش في الفورمه. لا لا والله بالعكس. اكيد اكيد طبعا الواحد حزين مش لحاجه غير ان يعني اديني حقي. وقلناها قبل كده، اديني حقي وبعدين انا مش حاطه بحاجه ثانيه. اخطاء كتيرة بتتحول لكوارث، ولا يمكن ان احنا ما نبتديش بهذه النقطة. الحل وقبل الحل ايه اللي بيحصل؟ وانا جايب الفار علشان يبقى في نوع من عدم يعني الشفافية او الظلم، وشفنا حاجات بتحصل بعد ما الماتشات كمان بتنتهي يقول لك كان في مش عارف ايه في الدقيقة كام. هو في ايه؟ هو في مش نية مبياتة فقط، يعني في حدث ولا حرج، يعني بيتفرجوا على مؤسسة بتشتغل بكل خطوطها بكل إمكانياتها بكل تفكيرها بكل جماهيرها بكل أمنياتها. ناس بتشتغل، والناحية التانية ناس بتهد، ناس ما عندهاش ضمير، يعني مفيش أكتر من كده. ما تفضل سنة بحالها أو من سنين كمان وأنت بتتحارب على قصة لا لابد أن يكون في حكام أجانب. كويس. والاهلي طالب في بيان في يعني الاخير عشان يبقى فير بلاي، يعني احنا بنطالب بفير بلاي مش بنطالب تكافؤ فرص بس، لا ده فير بلاي. يعني وايه الاستفزاز ده؟ انا مش اهلاوي ولا زملكاوي في رؤيتك ولا اي، انا مشاهد عادي كده بتفرج. ايه انت بتستفز اللي بيتفرج ليه؟ يعني لو واحد قاعد من بره كده بيقول الله الكره دي جون، الكره دي بينالتي، انت بتستفزني ليه؟ حتى انا كراجل عايز استمتع بالمباراه، انت ايه الفعل الفاعل الفاضح؟ أيوة. اللي انت بتعمله ده فعل فاضح. طب لمصلحه ده مش اول ماتش. حلو التشبيه ده، ده فعل فاضح والله. ده في ماتش كريم للمنافس بيلعب المصري في اسكندريه، الماتش خلص خلاص. ايوه. فكان في لعبه مشكوك فيها من دقيقتين عدت عليها الكوره بعد ما الماتش خلص، لما الماتش خلص هيصفر خلاص. قال له لا تعالى هنا الحقني، ده في كوره مش عارف ايه، بينالتي. راح شافها ورجع ادى قرار بينالتي. ماشي، ولا ليا دعوه انا. بس الفار ايه؟ صحح في ديلي غريب وعمل ريبلاي للكوره وراح. انا ما كنتش عايز اكتر من كده امبارح. ايوه يا عم هات الكوره. الراجل حط رجله الاولانيه على الخط ورجله الثانيه نص متر جوه الجون، بيطلع كوره من جوه الجون نص متر. يعني ايه انت مش شايفين الحاجات دي كلكم؟ طب اللي بيحصل ده بيحصل ليه وفي مصلحه مين؟ في مصلحه مين؟ مصلحه في ضدنا. مصلحه مين؟ مصلحه اي حد. ما هو الدوري ده او اي بطوله الاهلي مش عايزه اي حد ياخدها. كويس؟ لما انت مش يعني مش هتاخدها، هو انت باللي تعمل فيك ده كله ما اي حد ياخد الدوري بقى خلاص مش مشكله. كله عايز يجي يشوف انت ازاي بتاخد كل البطولات وبتاخد كل الاضواء وبتاخد كل حاجه بالعافيه بقى. هي عافيه بقى وسوشيال ميديا وصوت عالي والكلام ده، واحنا عمرنا ما هيبقى صوتنا عالي، احنا بنشتغل، احنا مش فاضيين للمهاترات دي. لا مش فاضيين حقيقه، ولا هنعمل ولا هنروح للشكل ده، بس بننجر لده. ولا هتنجر، انت بيبقى عندك ناس مفروض الناس خلاص بقت كلها بتتكلم، يعني انت فاهم ازاي؟ او انا مثلا دلوقتي بقيت بتكلم، انا ليه اتكلم ولا ليه اقول لك انت راجل خاطئ؟ انت بتخطأ ليه اصلا؟ ايه اللي ليه هيعود عليك غير اللي انت بتسمعه دلوقتي ده؟ غير ضميرك فين؟ انا مش فاهم. كرة جول، احنا ما بنتكلمش. ده المنافس دخل فيه جول وما اتحسبش بطولة افريقيا وخد البطولة. كويس؟ ومفيش حد فينا اتكلم. دي بطولة. ما حدش فينا فتح بقه. انما انا النهارده كل ماتش كده، كل ماتش يتلغي لي جوال جولين، وكل ماتش كل ماتش ضربتين ثلاثه جزاء. بالظبط. انا بلعب من غير الفار، طب والفار ضدي انا بس ولا ايه؟ طب ما تلعبوا بقى ثانيه واحده، طب ما احنا ننزل نلعب 10 من اول ماتش تكافؤ فرص. يعني انتوا شايفين الاهلي جامد قوي كده؟ طبعا جامد عليكم. الاجابه تبقى خلاص العبوا انتوا 12 واحنا 11. لا انتوا بتلعبوا 15 واحنا 11. ازاي يا كابتن بنلعب 15؟ ما انت والحكم والفار اربعه، يبقوا انتوا 15. اعد لكم بقى الباقي اللي بيفضل يجعجع من بره ويفضل يتكلم. يعني ما
انت بتساليني انت مالك جاي النهارده؟ انا جاي ولا ليه دعوه بالدوري ولا انا مشاهد عادي جدا بتفرج مستفز. صحيح. الله دي كرة دي جون. ولو على فكره والله ثلاثه لو على فرقه ثانيه برضه ساستفز. يعني المبدا واحد. المبدا طبعا. واحد بالنسبه لي الكرة دي جون ازاي ما تتحسبش. صحيح. انا عايز اسال حضرتك حاجه بقى، يعني دلوقتي لما نتكلم ان الاخطاء التحكيميه قد تصل اللي هو المقبول بنسبه 10% ماشي، لما توصل لنسب اللي احنا شفناها تقريبا قد تصل ل 35% اخطاء تحكيميه، المفروض ان ده يتصرف ازاي دلوقتي النادي المضرور؟ انا مش هتكلم عن النادي الاهلي خالص، النادي المضرور يتصرف ازاي؟ غير ان احنا طلعنا بيان وطلبنا قبل كده بحكام اجانب وتقال لك لا تمام وهنعمل وهنسوي ولم يتم شيء على الارض، المفروض نعمل ايه؟ لا الوقفه دي لازم تكون وقفه جامده وشديده، يعني لان الناس مش هتسكت، مفيش حد هيقبل بهذا الوضع. يعني هي ايه يعني؟ انا مش فاهم. لا لازم غير الشباب والرياضه تتدخل، يعاد تكرارها مره اخرى. لا في لا يعني لا بطولات اخرى لا كمان. لازم كل من هو مسؤول في الدوله عن النشاط الرياضي يتدخل. ده شكل استفزازي بحت كافر ويسيء لشكل الكوره المصريه. يعني ايه اللي انتوا فيه ده؟ يعني هو كده احنا كده بقى هذا الشكل هو اللي هيتعامل؟ اقسم لك بالله لو مش مع الاهلي بس، ايوه مع اي حد. ادوا الناس حقوقها يا اخي، انا مش فاهم. ده انت المفروض الحكم ده اللي هو القاضي بتاع المباراه، بعدين تكرار الحكام اللي قاعده بتساعده دي كلها حكام كمان، المعدل ربنا. عالي المعدل صح. عالي قوي. بعدين يسيء للكره المصريه ويسيء للجنه التحكيم وللحكام المصريين ويعرقل مشاركاتهم في اي مواجهات خارج حدود مصر بعد كده. يعني الناس دي انعكاسات وحشه كتير. معاك حق. الناس اللي بتطلع تقول الاهلي كان وحش، اللعيبه وحشه، مش عارف ايه. انا هقول لك حاجه في الملعب، انت وانت بتلعب وانت كسبان 1-0 غير لما تلعب بتدور على انك تجيب هدف، بتدور انك انت ليك سابقه الحضور جوه المباراه طول ما انت هو الاهلي ما بيحاولش كل شويه؟ الاهلي ما بيروحش مع زمان؟ بيروح بكل شويه. انما طول ما انت بتعمل فيا كده، طول ما انت كمان بتستنفذ قوتي النفسيه والعصبيه جوه الملعب. طبعا عامل كبير. انا الحكايه الناس فاهمه ايه؟ اهي كوره وراحت مثلا. لا مش كده، لا ما راحتش ومش في المرحله اللي احنا فيها. هبقى انا كسبان 1-0 هجيب الثاني خلاص. المنافس بيلعب معايا في نفس الوقت، الاهلي جاب جولين، الاهلي جاب جول، ممكن اعصابه تبوظ، ممكن ما يبقاش بيلعب بارتياحيه. يعني انا دي حاسس فيها زمان سنه 78 فجاه قبل الدوري ما يخلص كده راحوا مطلعين لنا قرار مش بالاهداف ولا بالمقابلات ولا باي حاجه، قال لك بفرق قبل الماتش كانت ايامها كان في قرار قانون كده راحوا مغيرينه. ان الدوري لو وقف بتاع يتعمل مباراه فصل كويس؟ قال لك لا بالاهداف. طلع القرار ده طلعه طب واحنا شغالين كده بسم الله احنا شغالين قبلها باربع خمس ماتشات قبل ما تخلص. ابتدت الاهداف كانت قريبه من بعض خدت بالك ما اعرفش ايه بقت كانت في صالح نادي الزمالك اعتقد الاهداف. لعبنا الماتش ده وصلنا لاخر ماتش لعبنا في نفس الوقت نفس الماتش ده بتاع امبارح كنا كسبين 4 احنا والزمالك بيلعب اسماعيلي ها اوكي الاهلي جاب جون في مصر تك الزمالك جول الاهلي جاب جون في مصر ودي تك الزمالك جول كل ما هنجيب جول ده غير الاجوان اتلغت لنا برضه بنفس الشكل سنه 78 احنا الحكايه دي عدت علينا لان احنا كنا على طول بناخد الدوري على طول موجودين واحنا اول يعني بعد نادي اسماعيلي خدنا بطوله افريقيا واحنا فتحنا الباب وابتدينا ناخد الكاس ويعني سنه 82 خدنا الكاس وخدنا الدوري وخدنا كاس افريقيا برضه واتلغى الكاس بسبب ما اعرفش كنا هنلعب الزمالك برضه اتلغى سنتها يوما فاحنا شفنا الحاجات دي قبل كده كتير على طول يقول لك اتحاد الكوره والصحافه والتحكيم ومش عارف ايه الاهلي فين الكلام ده؟ طلع لنا بس كام واحد يفضل يقول لنا ايه ايه مين دول؟ انا مش فاهم يعني. طيب كابتن شريف وبعدين الناس واخدينها زي ما انت عملتي كده ضحكتي بيقعدوا يتفرجوا عليهم يضحكوا ما دي حاجه تضحك بجد يعني. لا هي حاجه من كتر ما هي تضحك كل واحد رافع نفسه ان هو المحامي العام بتاع النادي دي حقيقه يا جماعه
مش عارفين تبقوا زينا. طب انا عايزه حضرتك تهدى كده شويه لان بجد كابتن شريف. لا ده انا هادي. لا انا عارفه حضرتك انت مش كده. طب ممكن تشرب ميه زي البرامج بقى تشرب ميه. لا عايزك تهدى بجد والله لاول مره والله العظيم انا هادي. انا الحمد لله ربنا مديني ومديني كتير قوي. اديني اثنين افريقيا في ست سبع لا 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 يعني حدث يعني حدث ولا حرج دي حقيقه. يعني مديني مؤسسه انتمي ليها نعمه لاي حد من كانت تبقى اهلاوي. فعندنا كلام كتير قوي نقوله وافعالنا. طب احنا هنكمل ازاي بالشكل ده؟ يعني على الاقل المباريات المتبقيه هيبقى الوضع فيها ايه؟ هل هتتلعب من منطلق انها تحصيل حاصل ولا نلعبها واحنا في انتظار اي مفاجات قدريه؟ يعني الامور هتمشي ازاي؟ احنا هنفضل في موقفنا السليم في حياتنا السليمه في مبارياتنا في كل حاجه. ياما حاجات بتحصل في الدنيا بس الحكايه دي كلها لازم الناس يبقى عندهم شويه يعني الظلم وحش وعدم تكافؤ الفرص اعتقد سيء جدا. يمكن كابتن سيد عبد الحفيظ تحدث اكثر من مره اديني تكافؤ فرص انا مش عايز اي حاجه تانية اديني حقي انا مش طالب اي حاجه تانية. ف على كل حال ممكن انتقل معاك لنقطه مهمه برضو فكره بقى الفريق بتاعك. تعالى نتكلم شويه ومش هننسى ده بس هنحيه جانبا شويه التحكيم. ازاي بتشوف برضو اداء اللعيبه في هذا الموسم في الدوري وهل احنا عندنا برضو بعض الاخطاء بعض التجاوزات بعض الامور النقاط اللي انا عايز احسنها اللاعب ده مثلا مستوى ما كانش قد كده يعني خليني اعرف من حضرتك برضو تقييمك. بصي انت فاتحه شقين دلوقتي انا هجاوبك فيهم. انا من ايام انا كنت بلعب ما كانش عندي حكايه كل 72 ساعه ماتشين هي ظروف ولا كان عندي الاحتراف ما كانش عندي وقتها حاجه اسمها احتراف. فانا بحاسب اللعيب دلوقتي انك انت محترف صحيح زيك زي اللعيبه كلها زيك زي العالم كله. كل ما فيه ان المناخ بس الاحترافي يبقى في مصر ممهد احسن من كده من ادوات لبنيه تحتيه لكل حاجه ودي اللي الدوله كلها بتحاول النهارده تعمل الملاعب تخلي الامكانيات كلها متاحه انك انت ما يبقاش عندك اصابات كتير بسبب الارضيه اللي بتلعب عليها الاجواء العامه كلها تكون مسهله الشكل الدولي والشكل المحلي يفضلوا يوفقوا بينهم ويبقى فيه حاله فيها من العداله للعيبه كلها وكل حاجه. فكل ده طالع ابجريد بالنسبه للعبه نفسها. انما قصه ان انا اجي على لعيبه بتلعب في افريقيا وبتسافر وترجع تلعب محلي وترجع تلعب في بطوله هي بتكسب بطولات كلها كويس وبتصفي التصفيات أيوة كلها ايوه صحيح وبتسافر تلعب في تمثل مصر في كاس عالم للانديه وبتكسب وغيري قاعد مرتاح ومريح واخد بيتكلم عليا بس في التلفزيون قاعد يقول لك عمرك ما هتكسب ولا تاخد ميداليه عمرك مش عارف ما هتعمل ايه لو خدت الدوري هحلق شعري. احنا قاعدين فين؟ لا 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 اللغه غير مقبوله لغه غير مقبوله من البعض برضه خلينا نقول مش الكل لو مش عارف ايه يا عم ما تشتغل انت معاك فرقه كويسه وانت كويسين وتقدر تكسبوا عادي جدا من غير مساعده من غير اي حاجه من غير ليه بتشوه صورتك وليه بتشوه صورتك وبتقلل نفسك لما يعني. تتكلم بالطريقه دي فيها تقليل للذات يعني في ايه كويس انا بتكلم عن نفسي انا فانا بتعرض لاصابات بتعرض لكل 72 ساعه ماتش بتعرض للارهاق العام النفسي وانا لا ارحم كمان جمهوري لا يرحم ولا انا برحم نفسي صح. انا كل ما بتجيلي بطوله هل من مزيد صح هل من مزيد كويس كل ما بتجيلي بطوله احطها عندي في ولان انا الدستور بتاعي بيقول كده انا ما بتعادلش اديك شفت امبارح اتعادلنا مش اتغلبنا اول امبارح اتعادلنا مش اتغلبنا الدنيا قامت وقعدت والناس مش طايقه نفسها وتليفونات لينا وتليفونات والكلام وبنتكلم بعض يعني تعادل من وجهه نظر الجماهير بطعم الهزيمه للاسف ده بطعم يعني. اي ما ينفعش انت بتروح تلعب في افريقيا ما فيش اكسجين بتلعب ويوم ما بيجرى لك حاجه بتبقى مش طايق وبتحمل اللعيبه وبتحمل الجهاز الفني وبتحمل كل حاجه. فمركزك في مركز النادي الاهلي وقياده النادي الاهلي مش سهل حد واحد بس اللي هو الفوز والبطوله. فانا ما حدش بيرحم اللعيبه انا مش قادر اقول للعيب انت كويس ولا وحش صحيح ما لعيب كله 48 ساعه بيلعب ماتش صحيح أنا مش قادر انا ما اقدرش العضلات دي عضلات انسان يعني مش طبعا. ولازم عندك يبقى اثنين ثلاثه في نفس المكان في كل حته عندك مستشفى بحالها في نفس المكان في نفس الوقت انت صاحب البطولات وصاحب الانجازات فاوعى او اوعى او اي يوعى او اي حد موجود يتكلم على اي لعيب بتكلم لا يقول موسيماني وحش ولا يقول
اللعيبه وحشه، ولا يقول الاداره وحشه، ولا يقول اي حاجه وحشين. لا، دي ظروف احنا بنعدي فيها اكننا في حرب، بنحارب هنا وبنحارب هنا وبنحارب الشكل العام كله اللي مستكتر عليك. ويا ريتها حرب شريفه وفيها نبل في الخصوم. وعلى كل الاحوال هستاذن حضرتك، بس خلينا نقف عند النقطه دي، هنطلع فاصل ونرجع مره ثانيه نكمل كلامنا مع كابتن شريف عبد المنعم. اتفضل. يا اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه، عوده لضيفنا العزيز اللي منورنا كابتن شريف عبد المنعم، المستاء جدا جدا من الاوضاع، واللي ساعه لما كنا في الفاصل عملنا مقارنه كده ما بين زمنين الحقيقه، زمن الخالي من الفار ومن الكوارث التحكيميه الملفته للنظر، والوقت الحالي اللي احنا فيه. وقفنا في الكلام عند النقطه دي. في فرق في الازمنه، وفي فرق في اسلوب اللعب والطرق والخطط. احنا كان عندنا ميزه في الزمن بتاعنا السرعات، كنا نمتلك سرعات كتير قوي من اللاعبين يعني. كان عندنا مصطفى عبده والناحيه الثانيه الشريف عبد المنعم ومختار مختار وطاهر الشيخ ومحسن صالح، يعني كان عندهم سرعات كبيره قوي في نقل الحركه في اي حاجه. عندنا من الفنيات صفوه وكل حاجه، صفوه عبد الحليم الله يرحمه وبلاي ميكرز. عندنا من الشغب مجدي وشطه، يعني عندنا من الديفنس مير همام ومصطفى وصالح محمود صالح، يعني عندنا من الاطراف عبد الباقي وربيع وفتحي وحسام بدري، ويعني عندنا كنا اختلاف وكميات كبيره قوي في كل مكان. وعندنا خط دكه بره بدلاء احسن يعني، ما زينا زيهم يعني. طبعا صحيح، كانتش اصابات كتير قوي كده يعني، كان كتير. وبس كان كابتن زيزو هو اللي بيبقى عنده شات ساعات كتير، بيروح يتعالج ويرجع ما بيلحقش يعمل ريكفرنج. كان عندنا 2 تغيير في الملعب مش 5. طبعا، بس ما كناش بنلعب كل 72 ساعه ماتش يعني. هنا بقى الحكايه اتغيرت خالص، الكوره بقت المفروض متكوكه اكتر من كده، الباس الكوره هي اللي بتجري، الشكل الدفاعي الهجومي هو الغالب على الخطط اللي احنا بنلعب بيها. فنوعيات اللعيبه في تصنيفها بقت كل واحد في حتته لازم ينجز اليوم ده. يعني زي حسين الشحات، ما كانش حسين الشحات هينجز النهارده مفيش شيء، هنطلع نقول لا ده وحش. ما كانش علي معلول هيعمل لي كام كوره وكلام، يقول لك لا ما بقاش زي الاول. لو ما كانش بقى كل واحد بيتحاسب بالماتش بالحته. صح، فهمتني؟ وبالنتيجه، النتيجه لما بتكسب بتلم كل الاخطاء وبتشيلها. فانت مش هي مش ابره وفتله بقى، احنا هنفضل ايه؟ نقول ده يمشي النهارده وده يجي بكره وده يعمل مش عارف. هي ادارات ومسؤوليات فنيه لاجهزه فنيه. طب احنا بنجيب مدرب ليه؟ بجهازه الفني بالشكل الفني، هو المسؤول، هو اللي يقول لك اه ده انا شريكه نص ساعه، ده عندي 40 دقيقه، ده مصاب، ده دخله واحده واحده. عندنا لجان بتقعد مع بعض عشان تعمل بس عشان تحط الفرقه كل ماتش، بيبقى كذا واحد قاعد بيتكلم، بتاع المحامي الخططي تحت الاداره نفسها، السلوك، الدنيا كلها. هم دول بتيجي تلاقي ال 11 لعيب دول قدامك فجاه، هم دول تصفيه الشغل بتاع 48 ساعة، مش هقول لك الأسبوع بقى، لأن أنا بينك 48 ساعة ماتش. فالدنيا مختلفة بيننا وبين دلوقتي خالص. الشكل دلوقتي البطولات كترت. ما عندناش زمان كان حاجة اسمها السوبر الأفريقي ولا السوبر المصري ولا الشكل الكتير قوي في البطولات، كأس العالم للقارات وكأس العالم للأندية، ما كانش عندنا. وهنفضل كده على فكره اعتقد عشان الامور تظبط شويه لسنه او سنتين كمان، يعني احنا هنفضل بالضغط ده يعني، هو مش خلاص كم ماتش وهتعدي، احنا الضغط ده هنفضل فيه. فيعني الموضوع برضه صعب. اللي مطمن الناس الاداره القويه اللي هي عندك يعني، وخاصه ان المشرف كمان خدت بالك من قبل مجلس الاداره، هو كابتن محمود خطيب من احسن من لعب كوره وفاهم الدنيا ماشيه ازاي وفاهم تمشي ازاي يعني، وقريب قوي لعيب كوره قريب قوي من الحكايه كلها، والناس كلها بتحبه فواثقه في كل حاجه هو بيعملها. وربنا الحمد لله يعني واضح ان هو كل حاجه بيعملها الحمد لله ليها رد فعل وليها صحيح بطولات وليها فالدنيا ماشيه من احسن على ما يكون يعني. فما فيش اي حد عنده قلق من اي حاجه، ان النقاش في كل حاجه اللي نفسك فيه واللي نفسي فيه واللي الشارع بتكلم فيه موجود. أيوة. موجود عندهم كلهم، واحنا كلنا قاعدين مع بعض بنتكلم.
يعني احنا قاعدين كده مع بعض نفس الجمل نفس الشكل نفس الامنيات اللي احنا بنتمناها كل الدنيا في كل المؤسسه هي نفس الشكل الواضح نفس الاستياء اللي انا وانت والجماهير كلها والاهلاويه اللي احنا فيه النهارده كل الدنيا شايفه بل الدنيا كلها حتى اللي مش اهلاوي قاعد وبيقول معاهم حق يعني ما كانوش النهارده هيتكلموا بالشكل ده هيتكلموا امتى ده فعل فاضح انا عاجبني جدا المصطلح وهنقفل بدأ ان هو فعل فاضح يعني اعتقد اقرب مصطلح ممكن ان هو يكون مناسب للوضع حقيقي يعني طيب ممكن نختم برساله من حضرتك برضو الجماهير الاهلي المستاءه بطبيعه الحال لان الوضع ما اعتقدش فيه اهلاوي حتى والله غير اهلاوي انا اعرف ناس اصحابي فعلا مستائين وما لهمش علاقه بالاهلي يعني مش اهلاويه بينتموا لنوادي اخرى فعلا عندهم حزن انا بكلم حضرتك بجد لا هو الجمهور الاهلي ده مسمينه دلوقتي اللي لا يرحم لازم البطولات وكده لا هو الرحمه كلها جمهور الاهلي هو الرحمه بعينها يوم ما اتغلبنا من سان داونز جماهير الاهلي كلها واحنا جايين نلعب سان داونز هنا في اسكندريه بيسقفوا قبل وبعد الماتش ولغايه لما جينا كسبنا سان داونز مرتين بعد كده وخدنا منهم يعني ده الرحمه كلها هو جماهير النادي الاهلي الحب كله الجارف للاعيبته هم جميل هو الجمهور عايز من اللعيب انه يبقى احسن واحد في الدنيا صحيح عشان يتغنى باسمه اكيد بيقول له انت عندي هنا انا جاي لك عشان اتفرج عليك عشان انا بحبك هو الجمهور ما عندوش اي قسوة على اللعيب على فكره ما عندوش اي هجوم على النادي بتاعه ولا نيه بالظبط ده افتح الملعب دلوقتي وقول لجماهير النادي الاهلي تيجي هيشيلوا اللعيبه دي شيل من اول لاخر قصر النيل لغايه عندنا هنا في المهم بس ان الجماهير دي اللي بتبتسم بالرحمه على حد تعبير حضرتك احنا محتاجين نرحمها بقى من الكوارث التحكيميه ومن الفار وعمايله هم يرحمهم هناك هم يرحمهم نورتنا كالعاده كابتن شريف بنسعد جدا بوجود حضرتك معانا وجزيل الشكر لوجودك سيل ذوقكم شكرا لحضرتك كابتن شريف واحنا بنشكر حضراتكم كمان على متابعتنا كل هذا الاسبوع مش بس النهارده ونشوفكم ان شاء الله واسبوع جديد ويكون مليء بالخير يا رب ويعني ونتمنى ان يعني اللي احنا بنسمعه وبنشاهده دلوقتي على ارض الواقع ان هو ما يكونش موجود او ينتهي على الاقل وما يتكررش في البطولات اللي جايه قدامنا لسه بطولات في غايه الاهميه كل اللي احنا طالبينه يكون فيه عدل على الارض لا اكثر ولا اقل نشوفكم ان شاء الله يوم الاحد